نقول لك السياسة، احنا قلنا الدولة تعطي للإمام ما يكفيه. كم؟ نعم كم؟ حدد لي بالتقريب. الفقهاء بس اللي حدد. لا أنت حدد لي اليوم بالدينار بالتقريب. أولا وقبل كل شيء. يا شيخ يا شيخ رجاء. خليني يا شيخ. لا يا شيخ أنا حبيت ناخذ من عندك اليوم فوائد. أخذ الأجرة على الصلاة حرام. ما تقوليش أخذ أنت. وأخذ الأجرة على الأداء حرام. وإنما يأخذ الإمام الأجرة مقابل الوقت الذي يتفرغ له في المسجد. ممتاز. كم تقترح؟ ما يكفي. كم تقترح يا شيخ؟ المشكلة بناه. معليش كم تقترح؟ أنت راك عايش في الجزائر. تعرف كم يحتاج الإنسان؟ كم تقترح شهريا مثلا؟ أنا نقول يعطوه 8 ملايين في الشهر. تقترح أقل قليل. 8 ملايين. 8 ملايين. يعني ابتداءً من 8 ملايين. 8 ملايين واطلع. واطلع. يلحق. ويعطوه سكن اجتماعي. اجتماعي. هذا لازم الإمام ياخذ هذا الوقت. ويعطوه أرضي بنيو له فيلا. لا خسارة فيه ولا؟ مش خسارة فيه ولكن. ويعطوه كروسة ولا اللي يمشوا بالكروسة. شنو كروسة الشيخ؟ هذاك اللي يمشوا بها الوزارة هذيك السبحة هذيك الفيلم هذيك.